رئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي والسعادة، الأخوة والأخوات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله. وبعد ذي بدء، أنقل لكم تحيات إخوانكم في الكويت أميرا وحكومة وشعبا. كما أستهل هذه الكلمة بتوجيه كلمة شكر للسيد السفير بابوف على المشاركة في تنظيم مؤتمر الإسلام في مواجهة الإرهاب، والحرص البالغ على إنجاحه وتحقيق أهدافه. كما أسدي كلمات التقدير والشكر لكم أيها السادة الحضور الكرام العلماء على حضوركم وتجشمكم عناء السفر وحرصكم على حضور هذا المؤتمر، وأسأل الله أن يجعل من عملكم هذا نورا يسعى بين أيديكم يوم القيامة، وأن يقر عيونكم برؤية ثماره خيرا عميما يمتد نفعه إلى الأمة كلها بإذن الله تعالى. آمين. حينما يبدأ ومن هو مثلي في حديث عن بلد أمضى في التردد عليها ثلث عمره ذهابا وإيابا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وأخذت من لبه واهتمامه ما صرفه ربما عن خاصة أمره، يكون في تردد وحيرة في بدء حديثه، فمن أين يبدأ، عن أي قضية يتحدث، ومن أي مقام يتكلم؟ فالحديث متشعب وذو شجون، والقضايا هنا في روسيا متنوعة ومتباينة ما بين آلام مرهقة وآمال واعدة. لكن دعوني واسمحوا لي أن أرجع بكم إلى الوراء قليلا. حينما ارتبطت بجمهورية روسيا من أكثر من 20 عاما، ولي بها ذكريات إيمانية حانية، وأشعر نحوها بمشاعر أخوة جياشة نمت وترعرعت على مر السنين، حينما وجدت فراغا فكريا كبيرا خلفه انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وحاجة ملحة إلى وعي حضاري لقضية التدين تجمع لهم ما شتته الإلحاد في نفوسهم وفرقه من قلوبهم، إضافة إلى ما يتميز به الإنسان الروسي من بساطة الفكر وتحضر العقل مع ألفة في الطباع وقبول الآخر، وتلك مقتضيات ترسم ملامح مستقبل باهر للمسلمين في روسيا لو أن قومي يعلمون. فتكونت في نفسي سلسلة متعاقبة من الطموحات والأماني كنت أعيشها وأتمنى تجسيدها حقيقة معاش على أرض هذا البلد، منذ أن أتينا حاملين فكرة الإسلام بطبيعته الوسطية وسمته الحضاري المعتدل القادر على المساهمة في استقرار الشعوب والمجتمعات. نعم، تلك قناعة استقرت في نفسي وارتقت إلى حد اليقين الجازم. فالإسلام في حقيقته دعوة حضارية لا تنحصر في نطاق الأمة التي كونها، بل هي تسع الحياة الإنسانية بأكملها دون تخصيص جانب على جانب ولا طرف على طرف. عزز هذا الشعور تاريخ المسلمين في روسيا، وكيف أنهم ساهموا في صياغة الحضارة الروسية باعتبار أن مسلمي روسيا فرع من شجرة الحضارة الإسلامية. فقد مسلمو روسيا من خلال هذه المشاركة الحضارية يشكلون جزءا من الحضارة الإسلامية، وفي وقت ذاته هم مواطنون أصليون مخلصون حريصون محبون لبلدهم، ومكون عضوي راسخ من مكونات المجتمع الروسي، يعيشون طوال القرون جنبا إلى جنب مع مواطنيهم، ويتعاونون معهم ويتفاعلون في شتى ميادين الحياة. سادة العلماء، ولأسباب متعددة وربما مركبة حدث ما توقعناه، فقد وفد على الشباب المسلم في روسيا عبر بوابات العولمة وأدواتها من شبكة معلومات الإنترنت وفضائيات أفكار متطرفة واجتهادات خاطئة في صورة فتاوى لا تراعي اختلاف المكان وتغير الزمان وتباين الأحوال. فأورثت تطبيقات متعجلة وأعمالا من القتل والتفجير دفعت كثيرا من الشباب إلى المحرقة باسم الدفاع عن الإسلام وحراسة حياضه،
وشوهت صورة الإسلام ومنحت المغرضين الذريعة إلى محاولة الانقضاض على الفكرة الإسلامية غير مفرقين بين المبدأ والممارسة. لقد غاب عن هؤلاء أن هداية الخلائق وتعبيد الناس لربهم هي مصلحة في ذاتها، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور هو هدف بحد ذاته، وإنقاذ الناس من المعاصي إلى الطاعات، ومن النار إلى الجنة هو غاية عظيمة. وإلا لماذا كادت نفس النبي صلى الله عليه وسلم تتقطع حسرات وألما حرصا على هداية قومه ورغبة منه في إسلامه، حتى إن القرآن يقول ويصف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكيف يهتم الإسلام بأبو طالب وهو على فراش الموت بعدما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا كانت جماعة المسلمين ستستفيد من إسلام أبي طالب وهو على فراش الموت لولا أن حب الإنسانية؟ السادة العلماء، إن المنتظر منكم هو عطاء كبير بحجم التحدي الذي يقابل أمتنا وبحجم دوركم في الإسلام، فأنتم ورثة الأنبياء وحفظة الملة، بكم يعرف الحلال من الحرام والمحكم من المتشابه، مثلكم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. أقولها بصراحة أنه قد آن الأوان لكي ننطلق من مرحلة التحريق والآمال العراض إلى آفاق رحبة من العمل الجدي والتنفيذ الدقيق وتحمل مسؤولياتنا تجاه واقع الأمة في روسيا، وأن نبين لهؤلاء الشباب ما تلبسوا فيه من أخطاء وما استدرجوا إليه من أعمال وتطبيقات خاطئة لمفهوم واجتهادات خاطئة لا تنتج سوى مزيد من الدماء والأشلاء، ومنح خصوم الإسلام فرصة لتصفية حسابات ضيقة معه. وهنا أدعو بكل قوة وبكل تأكيد إلى أن يكون عملنا عمل مؤسسي وإلى إنشاء مؤسسة متكاملة يوازي حجمها حجم المشكلة الخطير ونموها المتزايد يوما بعد يوم، وألا نكتفي بمثل هذه اللقاءات الدورية وإن كان منها الخير. وأنا شخصيا على استعداد تام للتفرق سنة كاملة متبرعا لهذه المؤسسة وأبحاثها وتوجيه الناس ووضع استراتيجية متكاملة والتدريب والتأهيل لعناصر تواجه كل هؤلاء المتطرفون عبر الأدوات المتعددة الإعلامية والإنترنت والمحاضرات والندوات وغير ذلك من الأمور. وخاصة أننا في الكويت مثلا كانت لنا تجربة رائدة من حيث المنهج والأسلوب، فقد واجهنا هذه الظاهرة بمبدأ الوقاية، وهي مواجهة الفكر بالفكر وليس بالقمع والعنف. ولقد كانت الكويت سباقة بالتأكيد على هذا المبدأ حينما أوكل ملف العنف والتطرف إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولم يوكل فقط إلى جهات أمنية، وإن كان الجهات الأمنية لها دورها مهما كان الأمر. ومن ثم أثمر هذا المبدأ نتائج رائعة في محاورة الشباب المتطرف والرد على أطروحاته من خلال أجوبة ترتكن إلى وسطية الإسلام واعتداله، وكذلك التجربة المصرية الليبية وغير ذلك من التجارب الثرية. وإذا كان المقام مقام مصارحة، فأقول إن للإدارات الدينية دورا مهما يجب أن تطلع به، وهو ملء الفراغ العلمي وتعليم العلوم الشرعية بمنهجية الإسلام المعروفة والمتوارثة عبر تاريخها المجيد، والذي ذخرت بتراث حضاري راشد من عقيدة وفقه وحديث وتطبيقات اجتهادية جامعة بين نصوص الشريعة ومصالح العباد المزاوجة والمزاوجة بين واجبات الدين ومتطلبات الدنيا بصورة حضارية لم تشهد البشرية لها مثيلا، وذلك حتى لا يستغل فكر التطرف والشذوذ والانحراف الفكري ما يتركه الانحسار العلمي للإدارات الدينية من فراغ، فيتخذه مطية إلى نشر أفكاره بين المجتمع الروسي، متخذا من بعض الإشكاليات السياسية منطلقا لإطراحاتها ونشرها في المجتمع المسلم لا سيما الشباب مندفع، ويكون ذلك من خلال تعميق دور المدارس العلمية والمعاهد التربوية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والحديث والفقه المذهبي. وخذوها مني لما أقول في هذا البلد واعد والمسلمين فيه مستقبل مزهر وآمن،
وأمل، فيجب أن يمد الجسور التعاون والتواصل بين روسيا والعالم الإسلامي الخارجي في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية وغيرها من أوجه التعاون الإنساني القائم على روح الإسلامية، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقد تجسدت هذه الروح المتبادلة في طلب روسيا عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي لشعور قيادة السياسية بدور العالم الإسلامي وأثره في نهضة المجتمع الروسي وغيره. والشكر موصول لجمهورية روسيا على محاربة التطرف والإرهابي بكل أشكاله وأنواعه وتبنيه لمثل هذه المؤسسة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.